هذه المقابلة مجرد ما تم الإعلان عنها لبرومو على قناة العربية أخذت صدى كبيرا في الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي، على المواقع الإخبارية تداولت يعني عناوين رئيسية لهذه المقابلة التي يعني كانت من أهم يعني ظهور لولي العهد الأردني الأمير الحسين. يعني كان هناك ظهور بارز له في يوم زفافه على الأميرة رجوة، كانت هناك العديد من الجوانب الذي ظهرت في حياة الأمير، ولكن هذه المقابلة ستظهر جوانب أخرى التي أفرغ أو ترك فيها مساحة كبيرة للحديث عن حياته الشخصية. ما هي علاقته بالملك الأب؟ ما هي علاقته بالأميرة رجوة؟ ما هي علاقته في يعني العائلة الملكية والعائلة الحاكمة؟ تحدث عن الكثير من الأمور السياسية والاقتصادية والسياحية، ونحن نعلم أن الأمير من يعني من الجيل الفتي، جيل الشباب. نعم. ولذلك انصبت الأنظار على هذه المقابلة التي يعني ينتظر الجميع ما يعني سيكون فيها وماذا سيقول هذا الأمير عن حياته الشخصية وعن حياته السياسية، وكيف يعني يستعد هذا الأمير لأن يكون أو أنه ولي عهد، وكيف يعني هي التحديات، ما هي العلاقات. نعم. ما هي يعني العلاقة بينه وبين الأميرة رجوة، خاصة وأن الأمير يعني موعود بطفل. نعم. يعني نحن نترقب هذا الخبر، جاء هذا الخبر بحمل الأميرة رجوة، وكان هذا الخبر مفرحا للكثير من الأردنيين، وبذلك هذه المقابلة أخذت صدا كبيرا وكانت من أهم المقابلات. نعم. لظهور نوعي للأمير على قناة العربية. بالفعل بالفعل سهى. طب خلينا نتابع جزء من هذا اللقاء الخاص للأمير الحسين بن عبد الله الثاني مع العربية، ونرجع نستكمل معك باقي القصص. السؤال المهم إلي اليوم هو كيف 25 سنة الجاي وأولويتي الأردن يكون أقوى ونعتمد على حالنا أكثر ويكون عندنا اكتفاء ذاتي. فضروري أنه نطور تعليمنا وصناعتنا ونروج السياحة بشكل أفضل، نزيد حجم الاستثمار ونفتح لأسواق جديدة. تركيز على المستقبل أيضا طبعا، وإحنا يعني فضروري أنه كل مرحلة يكون في واقعية في التخطيط، يكون عندنا مرونة كلنا، ونتوقع أنه راح يكون في أزمات بالمستقبل، لكن إحنا كيف نحضر حالنا ونكون جاهزين لكل السيناريوهات.